في الحلقة الجديدة من المسلسل يحزم هاليت حقيبته ويترك القصر، وقال أنه سوف تدع بناته يعرفون. ابنتهم لا تريد البقاء في المنزل بدون رائحة الفم الكريهة، لذلك يحصلون على إذن للذهاب إلى زرين. كما أخبر إريم أنه سيطلق يلتز. يكتشف إندر هذا الأمر ويذهب إلى القصر ويأخذ أيسل معه إلى المنزل. النجم يدعو أيضاً ويدعو زينب. في ذلك المساء تناول هو وهاليت العشاء وتحدثا عن ذلك، ومع ذلك فإن هاليت مصمم على الطلاق. يخبر يلتز هاليت أن إندر ربما أعطى والده المال لشراء البندقية. ينظر هاليت إلى مقالب الأموال ويرى مبلغاً مكشوفاً ويريد التحدث إلى إندر، ولكن إندر قد وجدت بالفعل مقبض لذلك، يعتقد هاليت. عندما يأتي إندر هاليت يرسل كانر إلى الأمير. تتوقف كايا عند إندر لكنها تنهار عندما تسمع أن هاليت تقيم هناك. النجم الذي رآه في الشركة يخبره أيضاً أن هاليت وإندر يمكن أن يكونا معاً مرة أخرى. الشجاع ينتظر باستمرار لساعات قادمة إلى الشركة والتحدث عن العمل. الرياضيات تجعل ذاكرة تولين البصرية ملحوظة. يعرفه تولين أيضاً على كايا. يتصل إندر بتولين لترتيب نادل لتناول الوجبة التي سيقدمها لإريم في المنزل. يقول الشجاع إنه دفع الدين ويذهب إلى الدعوة. يجيت يلتقي والدته وإريم، لكن الشخص الذي يعاني من الحساسية نادراً ما يعامله بقسوة شديدة عندما يكسر النظارات. عليهان يذهب للتحدث إلى أليف. عند سماع هذا تذهب زينب إلى هناك وتسبب مشهداً. يتجادلون مرة أخرى مع عليهان الذي يعود إلى المنزل في المساء، لكنهم يعوضون في النهاية. يفهم كايا من موقف يي أوشيت أن هناك شيئاً خاطئاً معه، ويطلب من تيرمين التحقيق معه. يكتشف وايلد إيرمز العشاء في منزل إندر ويذهب إلى هناك. يرى كانر وزهرة يقبلان في الحديقة. كايا الذي رآه أمام المنزل وعلم أنه غير مدعو يهدد بالعودة إلى يلتز. كانر الذي يراها ويسمعها يرفع هذا إلى أخته. يخبر إندر كايا بالابتعاد عن يلتز مرة أخرى. كايا ينتظر إجابة منه. تذهب إندر إلى منزل كايا حيث انتقلت للتو، وتفتح امرأة شابة جذابة الباب. هناك النجم يصيب عمداً كاحله من أجل التوفيق. يسمي زينب. عندما يذهبون مع عليهان يبحثون عن هاليت. عندما يأتي رائحة الفم الكريهة يرسلها النجم. يذهبون إلى المستشفى. عندما يعودون سوف يلتز تفعل كل شيء للحفاظ على هاليت. ثم يدعو زهرة ويهدد أن أقول لها عن علاقته مع كانر، ويسأل عن شيء. تهدد إيرموند إيمز زهرة بعلاقتها مع كانر، وتطلب منها أن تجعل الجميع يعودون إلى ديارهم، كما أنه يدعم تهديده بالصور. يقنع إيريم أن والده يقيم بينهما لأن النجم قد سقط، أنه يجب عليهما دعم والدهم ديسمبر، لذلك يجب عليهم العودة إلى المنزل في اليوم التالي. عندما يذهب إلى كايا يلتقي بأخت الرجل إرماهيكا هناك. امرأتان لا تحبان بعضهما البعض على الإطلاق. عاش في سويسرا وتوفيت زوجته السابقة. عاد إلى تركيا لأنه لم يكن لائقاً مع أطفاله. تبدأ شاهيكا على الفور في جمع المعلومات حول رائحة الفم الكريهة. يخبر إندر كايا أنه لا يستطيع إعطاء إجابة لأنه لا يريد إفساد صورة العائلة، ويطلب بعض الوقت. ومع ذلك فإن الرجل لا يريد الانتظار والأوراق. عندما اكتشف إندر أن هاليت سيعود إلى المنزل يجادل مع الرجل. في الشركة أصبحت شابة تدعى سيفدا سكرتيرة هاليت مؤقتاً، وتبدأ في إعطاء الرجل ضوءاً أخضر ثابتاً. النجم يشك في المرأة ويبدأ القتال، كما يطلب من زينب شراء مكونات لعشاء رومانسي. تريد زهرة أن ترتب لوالدها لتناول العشاء، بل وتدعو كايا. عندما يقنع يلتز هاليت بالبقاء في المنزل والتواجد مع نفسه، تترك زهرة وكايا بمفردهما. عندما يأتي إندر وكنير إلى نفس المطعم، يجلسان على نفس الطاولة. هما معا مرة أخرى في القصر. يخبر هاليت يلتز بلغة واضحة أن هناك دعوة للمساء، لكنه لا يريدها أن تأتي، لكن يلتز يخدع زينب لأخذه إلى الدعوة. عندما يسمع أليهان هذا من هاليت يجادل مع زوجته، ومع ذلك زينب ليس لديه معرفة بأي شيء. عند النظر إلى المعلومات حول كايا يي أوشيت يرى أنهم نشأوا في نفس الحي. عندما تسمع عن الضغينة ضد إندر من محادثة مع هذه الطفلة سمعتها من شقيقها، تصبح مهتمة، فإنه يخزن الملف الذي يحتاج إندر للوصول إلى وجه السرعة. والأهم من ذلك، نادراً عندما يغضب جداً تتدخل الصخرة. ديسمبر، قرر أمير وليلى إخبار عليهان عن علاقتهما. فوجئ عليهان بالوضع وحرض الاثنين ضد بعضهما البعض. تخبر إيسل يلتز أن سيدة صديقة قد ذهبت إلى إنرجايزر وتحسنت شؤونها وحددت موعداً. النجم أيضاً يدفع الرجل إلى الجنون.
إندر يستفز زيرين حول زينب بدعوة كانت ترتدي بروش الإرث لزيرين زينب عندما تزوجت. نادراً ما يقول الكثير من الأشياء ويوجهها ويقنعها بأخذها منه. يلتقي يجيد بفتاة تدعى رين في مكان يعمل فيه ليلاً. في اليوم التالي بفضل المنحة الدراسية التي وجدتها كايا التقى بالفتاة مرة أخرى أثناء التسجيل في الجامعة. زينب وأليهان يتصالحان، يتفقون على أنه لا ينبغي لهم القتال بسبب الآخرين. تذهب زيرين إلى زينب وتخبرها أنها ستعطي بروش الإرث الذي ارتدته كهدية زفاف لابنتها وتطلب إعادتها. زينب تنهار كثيراً، لكنها لا تخبر أليهان شهيكة تجعل هاليت تدرك نفسها في الدعوة. ثم سمح يأوشيت بمقابلة برسالة، يسألها ما هي مشكلتها ويصر ويطلب بعض الوقت. ومع ذلك فإن الرجل لا يريد الانتظار والأوراق. عندما اكتشف إندر أن هاليت سيعود إلى المنزل يجادل مع الرجل في الشركة. أصبحت شابة تدعى سيفدا سكرتيرة هاليت مؤقتاً، وتبدأ في إعطاء الرجل ضوءاً أخضر ثابتاً. النجم يشك في المرأة ويبدأ القتال، كما يطلب من زينب شراء مكونات لعشاء رومانسي. تريد زهرة أن ترتب لوالدها لتناول العشاء، بل وتدعو كايا. عندما يقنع يلتز هاليت بالبقاء في المنزل والتواجد مع نفسه، تترك زهرة وكايا بمفردهما. عندما يأتي إندر وكنير إلى نفس المطعم، يجلسان على نفس الطاولة، هما معا مرة أخرى في القصر. يخبر هاليت يلدز بلغة واضحة أن هناك دعوة للمساء، لكنه لا يريدها أن تأتي. لكن يلدز يخدع زينب لأخذه إلى الدعوة. عندما يسمع أليهان هذا من هاليت يجادل مع زوجته، ومع ذلك زينب ليس لديه معرفة بأي شيء. عند النظر إلى المعلومات حول كايا يأوشيت يرى أنهم نشأوا في نفس الحي. عندما تسمع عن الضغينة ضد إندر من محادثة مع هذه الطفلة سمعتها من شقيقها، تصبح مهتم، فإنه يخزن الملف الذي يحتاج إندر للوصول إلى وجه السرعة. والأهم من ذلك، نادراً عندما يغضب جداً تدخل الصخرة. ديسمبر، قرر أمير وليلى إخبار أليهان عن علاقتهما. فوجئ أليهان بالوضع وحرض الاثنين ضد بعضهما البعض. تخبر إيسل يلدز أن سيدة صديقة قد ذهبت إلى إنرجايزر وتحسنت شؤونها وحددت موعداً. النجم أيضاً يدفع الرجل إلى الجنون. إندر يستفز زيرين حول زينب بدعوة كانت ترتدي بروش الإرث لزيرين زينب عندما تزوجت. نادراً ما يقول الكثير من الأشياء ويوجهها ويقنعها بأخذها منه. يلتقي يجيد بفتاة تدعى رين في مكان يعمل فيه ليلاً. في اليوم التالي بفضل المنحة الدراسية التي وجدتها كايا التقى بالفتاة مرة أخرى أثناء التسجيل في الجامعة. زينب وأليهان يتصالحان، يتفقون على أنه لا ينبغي لهم القتال بسبب الآخرين. تذهب زيرين إلى زينب وتخبرها أنها ستعطي بروش الإرث الذي ارتدته كهدية زفاف لابنتها وتطلب إعادته. زينب تنهار كثيراً، لكنها لا تخبر أليهان شهيكة تجعل هاليت تدرك نفسها في الدعوة. ثم سمح يأوشيت بمقابلة برسالة، يسألها ما هي مشكلتها ويصر. عندما يقول فاليانت إنه جاء ليجد والدته، أدرك أنه نادر الحدوث. كما أخبر الصبي أنه جاء إلى هناك بخطة كبيرة، وأنه إذا تم حلبه فإن كل ما يراه يمكن أن يكون ملكهم. اشترى إندر مساعد هاليت الذي دخل للتو الوظيفة، وأخبره أنه يخطط للتخلص من يلدز بفضله.